جمال، أهلا بك في هذه المتابعة والتغطية. طبعا مصر والمملكة العربية السعودية دعتا بالأمس إلى هذا الاجتماع اليوم. كيف تتابع الرياض هذه التطورات الآن، وخصوصا أيضا فيما يتصل باجتماعات جامعة الدول العربية؟ بالفعل هناك اهتمام بالغ اجتماع هذه تحدث في السودان. المملكة العربية السعودية منذ بداية الأحداث أصدرت عدد من البيانات نشدت فيه جميع القوى في السوداني بضبط النفس وعدم استخدام السلاح ضد الأشقاء، ضد بعض، وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني وحفاظا أيضا على الجيش السوداني. السودان يعني تشهد صراعات كبيرة وتشهد تطورات متسارعة، والمملكة العربية السعودية تربطها علاقات قوية بينها وبين السودان، خاصة هناك استثمارات من المملكة العربية السعودية تتواجد في السودان، وهناك أيضا طلاب وهناك خدمات وشركات تعمل تحتية وفي ايضا الانتاج الحيواني في السودان. بالتالي هناك مصالحه من خلال المملكه العربيه السعوديه الى استقرار السودان، يعني كانت جدت استضافه اجتماع الجمعه الماضيه من اجل استقرار الوضع في المنطقه بشكل عام وخاصه سوريا واليمن، وما ان ضمد جرح في الوطن العربي الا وفتح الاخر، لم تمر 24 ساعه وتصارعت وتصاعدت الاحداث في السودان. تطورات ومتابعه من قبل المنظمات ايضا هنا في المملكه العربيه السعوديه، منظمه التعاون الاسلامي وايضا التعاون الخليجي، يتابعان ما يحدث في السودان بشكل بالغ الاهميه، وايضا اصدروا عدد من البيانات خلال ال 24 ساعه الماضيه يناشدوا فيه كافه يعني كافه الجهات السياسيه في السودان بضروره التدخل، وايضا ناشدوا المكون العسكري في السودان بضروره ضبط النفس والرجوع الى الاتفاق الاطاري الذي تم من اجل وحده السودان وسلامه الاراضي والحفاظ ايضا على مقدرات الشعب السوداني.